طبعا هنكمل بقى كلامنا في التاريخ. واول حاجه ممكن تجيبنا يقول لك صاحب الهرم المدرج، واحنا عارفين اللي عمل الهرم المدرج طبعا كان اسمه الملك زوسر. اسمه الملك ايه؟ زوسر. والراجل ده ما اكتفاش بالهرم، اول بناء حجري في التاريخ مش خوفو ولا خفرع، ده اللي عمله مين؟ زوسر. وهنا مكانه فين يا مستر؟ في حته اسمها سقاره، عشان كده بيقول عليه هرم سقاره المدرج. هرم ايه؟ سقاره المدرج. المهم الراجل ده بعد ما خلص الهرم بدا يعمل ايه؟ يمد حدود بلده، عايز يوسع البلد بتاعته، بس جنوب ولا شمال؟ قال لك جنوب، لبلد جميله كده ناحيه السودان اسمها النوبه. اسمها ايه؟ نوبه. يبقى مد حدود البلاد لبلد اسمها ايه؟ نوبه. يبقى مين اللي مد حدود البلاد للنوبه؟ الملك زوسر. الملك زوسر، برافو عليك. رقم 16، قلنا ان المصريين باعتقاداتهم الغلط اللي احنا اتفقنا عليها لما كانوا يبصوا للشمس ان هي بتطلع وبتغيب، فيتخيلوا ان هم هيصحوا تاني وهيعيشوا حياه الخلود، ومن هنا بداوا يبنوا بيوت ولا اهرامات؟ يبقى الهرم هو بناء معمول من ايه؟ يتكون من عده حجرات، بناء من الحجر يتكون من حجرات. تمام. 17، امر بنحت تمثال ابو الهول. احنا قلناها، نرجع تاني نقول مين اللي بنى ابو الهول؟ خفرع. مين اللي بنى ابو الهول؟ خفرع. وحكيت القصه بتاعتها وقلت يا مستر هو بيعمل هرم جنب هرم ابوه اللي هو الهرم خوفو، بدا طبعا يشوف صخره فبدا يقول للعمال يا اما تنحتوها يا اما طبعا تكسروها، وفعلا نحتوها وبقى جسم اسد وراس انسان، فطبعا طلع تمثال ايه؟ ابو الهول. يبقى ابو الهول اللي عمله مين؟ خفرع. رقم 18، صاحب الهرم الازهر اكيد احنا عرفناه، ما اسمه ايه؟ منقورع. اسمه ايه؟ منقورع. رقم 19، اول ملوك الدوله الوسطى. اتفقنا مع بعض ان الدوله القديمه انتهت عشان حصل فوضى والحكومه طبعا انهارت والبلد ما بقاش فيها رئيس قومي، لحد ما جه واحد انا بشبهه بمينا اسمه مونتو حضر. اسمه ايه؟ مونتو حضر. مونتو حضر بالايه؟ تاني. اول ملوك الدوله الوسطى، وقلنا اغنيه ليه؟ يلا مع بعض كده، مونتو حضر بالتاني. مونتو حضر بالتاني. عمل عاصمه جديده سماها طيبة. نشر الامن. نشر الامن. ووحد البلاد، وبكده عرفنا خلاص مونتو حضر عمل ايه. طب يا مستر الملك اللي بعده غريب كده اسمه تقيل شويه، قول معايا كده، ام نم حات. ام نم حات. ابن الحات الثالث. ابن الحات الثالث. قصته سهله، قلنا بيهتم بالفلاح وقال لهم ما تزعلوش لما الميه غرقت اراضيكم عشان حاجه حصلت اسمها الفاير، فحوشنا الميه في جردل ولا في سد؟ سد. اسمه سد اللاهور. اسمه سد ايه؟ اللاهور. قلنا ما سابش الفيوم من غير ما يعمل فيها هرم، وعمل هرم بالقرب من الفيوم، وبكده يا مستر برضك لسه اهتم بالزراعه ولا بالصناعه كده؟ بالزراعه. لان هو عمل سد عشان يحوش فيه الميه، والميه دي يستغل في الاراضي الزراعيه. وبعديها عمل معبد كبير، حد عارف اسمه معبد ايه؟ التيه او التيه. تمام، يبقى معبد التيه دي او معبد التيه هو معبد عمله ام نم حاتم. اقول له اغنيته بسرعه، ام نم حاتم. معايا انا بقى، ام نم حاتم الثالث. ام نم حاتم الثالث. عمل سد اللاهون. عمل سد اللاهون. وهرم في الفيوم. وهرم في الفيوم. وبناء معبد كبير سماه معبد تيه. تمام. اللي بعده 21، حفر قناه سيزو ستريس. قلت لك ان كلمه سيزو ستريس بترجع لواحد اسمه سينو سير. طب سينو سيرت كام؟ تالت. وقلنا سينو سيرت التالت هو اللي حفر القناه دي. بعد ان الحد التالت ما مات بدات البلد طبعا في انهيار من جديد، لحد ما جه ناس احتلت بلدنا واسمهم الهكسوس. اسمه ايه؟ الهكسوس. الهكسوس دول او الهكسوس عملوا ايه يا مستر؟ جم خربوا الاثار بتاعتنا وهدموا معابدنا وعاملونا اسوا معامله. عشان كده جه الزمن اللي احنا هنطردهم، وبدا اول واحد يجي في القصه دي كان اسمه سيبنج. اسمه ايه؟ سيبنج. وطبعا راح واستشهد هناك، وطبعا كانت مراته اسمها اياه قبر. بعديها جه ابنه الكبير كان اسمه كاموس.
وطبعا كمل الكفاح بعد وفاة أبيه وبعد ما اقتلوا جميل كاموس. وبعدها آخر حاجة اللي طرد الهكسوس من مصر ابن صغير أحمس. الهكسوس لما جم بلدنا قعدوا في حتة في الشرقية اسمها أوى ريس. يبقى إيه هي